بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضرة النهاردة الاولانية اللي ابتديناها مع البرنامج الكشفي كنا بنتكلم على التحديات البيئية والتنموية لإعادة التدوير، واتكلمنا عن التوعية البيئية واسلوب التوعية الامثل اللي يقدر الكشافة او القادة الكشفيين اللي موجودين ان هم يتعاملوا معاه. بصراحة كان انا لقيت تجاوب من كل الدول الموجودة النهاردة، كل دولة عرضت التجربة بتاعتها في مجال التوعية البيئية، ولقينا في توافق على أساليب معينة للتوعية البيئية إنها تكون بأسلوب مميز، بأسلوب التحفيز، بأسلوب القيادة، مش بلغة الأوامر، لأن اكتشفنا مع الدول كلها إن أسلوب القيادة أو أسلوب الأوامر بالنسبة للشباب ده أسلوب غير أمثل. لكن الأسلوب الكويس جدا هو أسلوب التحفيز المعنوي وليس المادي، بالإضافة إلى القائد إنه لما يكون موجود مع الشباب بتوعه ويبتدي ينقل لهم رسائل التوعية ويبتدي يكون إيده بإيديهم في حملات النظافة أو حملات التشجير، دي بتؤتي ثمارها اكتر وبتسيب اثر ايجابي عند الناس والمجتمع. في افكار جديده طرحت من خلال المشاركه والاسئله وتشارك الاراء؟ طبعا هقول لحضرتك على حاجة، اسلوب المشاركة في الندوات بيبقى افضل بكتير من اسلوب التلقين. فبقول لحضرتك كل دولة، يعني فلسطين كان ليها دور وقالت دورها، الكويت، المغرب، الاردن، فالحمد لله يعني انا شايف ان في تأثير ايجابي واسلوب مشاركة من الدول كويس جدا. انا عن نفسي استفدت كمحاضر بديهم وخدت منهم معلومات جديدة، واتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا استفادوا علشان نقدر نحقق توعية بيئية سليمة على مستوى كل الدول العربية. شكرا لحضرتك. شكرا.